لقاء مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمنتخب مصر، آخر لقاء قبل نهائيات كأس أفريقيا. إن شاء الله نعمل مباراة كويسة لفرق الزوز، وإن شاء الله نقدموا مستوى طيب في هذه المباراة وفي كأس أفريقيا. نتمنى حظ طيب لمنتخبنا ومنتخب مصر اثنين منتخبات كبيرة. إن شاء الله نعمل كل ما عندنا إحنا ومنتخب مصر حتى نعمل نتائج طيبة إن شاء الله في النهائيات. مواجهة باش تكون صعبة لنا، مواجهة نتصور يعني مواجهة المنتخب المصري يعني مقياس حقيقي لنا، باش نعرفوا مدى يعني الجاهزية نتاعنا قبل الكأس الأفريقية هذيا. ظهر المنتخب المصري ظهر لي يعني عنده يعني فهمت لعيبة على طراز عالي، باش تكون يعني مقياس حقيقي كما قلت في المستطيل الأخضر، وإن شاء الله يعني زوز منتخبات يقوموا يعني بأداء يعني باهي ويعني يمتعوا الجماهير الزوز تاع الزوز فرق إن شاء الله. المنتخب التونسي المنتخب المصري مش أنا باش نحكي عليهم، ظهر منتخب الزوز عندهم تقاليد كبيرة في المسابقات الأفريقية. دونك باش تكون يعني ماهيش باش يعني باش يعني باش يكونوا يعني الفرق الكل محاضرين للمنتخب التونسي ولا المنتخب المصري يعني بكيفيه كبيره. دونك مش باش تكون يعني البوجه نتاعهم يعني سهله. ان شاء الله يعني يكون ربي معنا، وان شاء الله يعني نوفقوا، وسيرتو في ظل العالم السياسي هذايا وفي الخضم ان شاء الله نفرحوا الجماهير نتاعنا بالكره ان شاء الله. المباراه هي يعتبر اخر مباراه بالنسبه للاعداد بالنسبه للفرقتين. الفرقتين اختاروا ان تكون اخر مباراه هي اقوى مباراه للاعداد، لان احنا عارفين مستوى مصر ومستوى تونس هو من اقوى المنتخبات اللي موجوده في الكان، فبالتالي دي المحطه الاخيره والفرقتين بيبصوا للماتش دوت ان هو يكون الاعداد الاخير قبل الكان واعداد قوي، فبالتالي ان شاء الله تكون المباراه تدي المستوى اللي احنا مستنيينه، واتمنى ان شاء الله ان الماتش يطلع نظيف ما فيهوش اصابات، لان احنا عارفين ان الفرقه دايما محتاجه المجموعه بتاعتها اللي هي تلعب بيها، مش محتاجين فيها سواء المنتخب المصري ولا منتخب تونس مش محتاجين فيها اي اصابات، فبالتالي من اهم النقط ان تطلع المباراه نظيفه ما فيهاش اي اصابات، وان المستوى بتاعها يكون عالي عشان الفرقتين يستفادوا من المباراه. الاستفاده طبعا ان يبقى في الماتش يبقى في ريتم، يعني تبقى في السرعة تبقى فيه موجودة، يبقى فيه الالتحام النظيف اللي هو ما هوش فيه احتكاك، تبقى فيه اللعب الإيجابي اللي هو ما يبقاش فيه اللعب السلبي، فبالتالي الحاجات دي كلها لما تبقى موجودة في الماتش الفرقتين يطلعوا مستفيدين من التجربة. يبقى فيه جوال، لأن أنت عارف الجوال دايما بتخلق فيه بتخلي الماتش يزداد سخونة وبالتالي بترفع المستوى، فإن شاء الله دي النقط اللي الواحد يتمنى أن هي تبقى موجودة في الماتش، عشان وأتمنى أهم حاجة أن الماتش يطلع من أحسن الحراس الموجودين في أفريقيا هو عصام وأحمد وإكرام شريف، فبالتالي مستواهم معروف سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب وعندهم خبرات أفريقية كبيرة، فبالتالي أعتقد إن شاء الله أن هي نقطة قوة دائما للمنتخب المصري هم الحراس، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وكابتن أحمد ناجي طبعا من أحسن المدربين الواحد يعتز بصداقته، فأتمنى إن شاء الله لي والمنتخب مصر كل خير. أكيد أنه دائما في كل المناسبات التحضيرية تحول الفريق الوطني التونسي لكرة القدم إلى القاهرة في الفترة الأخيرة من تحضيراته لبطولة أمم أفريقيا، أكيد المباراة الودية مع الفريق المصري لها أهمية ولها نكهة، وأولا هي لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين وبين وزارة الشباب والرياضة واتحادي الكرة في البلدين، وأكيد أن الجماهير تتعطش إلى مثل هذه المباريات حتى طبعها الودي تكون عندها نكهة، وذلك لقيمة الفريق الوطني التونسي وفريق المصري أحد أقطاب كرة القدم في أفريقيا وفي العالم العربي. وكل ما نتمناه أن هذه المباريات الودية تكون لها معناتها بصمة في التحضيرات الأخيرة للفريقين، ونتمنى أنه معناتها يصعدوا للأدوار المتقدمة والنهائية في الكان، وأكيد أنه نتطلع إلى أن تكون هذه المباراة ذات صبغة أخوية تزيد في تعميق العلاقات بين البلدين والجماهير في تونس وفي مصر، وأكيد سنحضر مباراة شيقة كالعادة فيها اللعب الجميل، وإن شاء الله تكون مصر وتونس دائما في مقدمة وأحسن صورة للكرة التونسية والمصرية والكرة العربية،
وهما كما قلت أسلفت القول أنه هما في مقدمة وأحسن الفرق على الصعيد القاري الأفريقي.